اهم حاجه تحافظ على الجرح ما يجيش على نقطه ميه ابدا. تمام، بس انا نفسي استحمى. معلش هتتحمل بس لمده يومين، بعدها تقدر تتحرك واعمل اللي انت عايزه. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. مع السلامه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مدام مشيرة، حضرتك كويسة؟ مش كويسة، مش كويسة خالص. ليه بس؟ يعني ايه اللي حصل تاني؟ هيحصل ايه اكتر من اللي بيحصل ده؟ انت واتضربت، والظابط ده مش ناوي يجيبها البر، هيفضح فارس ابني. ساعة ما خد اللابتوب وانا حاسة ان انا عريانة، لحم مكشوف، اللي رايح واللي جاي عمال يبص عليا. ايه دي بس يا مدام مشيرة؟ يعني مش للدرجات دي الموضوع. عارف يا عبد الله، اللي بيبعت لي الرسايل دي حد يعرف عني كل حاجه، يعرف كل اللي فات، وكأنه كمان شايف اللي جاي. يعني حد هيكون زي مين مثلا؟ زي امجد. كان صاحبه وأقرب واحد ليه ويعرف كل حاجة عننا وليه حق يغير منه. والبنت اللي اسمها دينا، البنت دي على فكرة مش صعبة خالص، وممكن جدا يكونوا هما الاثنين، وجايز قوي يكون صبحي. صبحي برضو كان عايز ينتقم منه، بس صبحي ما يعرفش عني كل حاجة. وفاء، يا لهوي، تفتكر وفاء شريكة صبحي؟ يعني كانت بتعرف كل حاجة عني وتقول لي صبحي؟ وجايز كده البنت اللي اسمها شيماء، وده هو البلطجي ده اسمه ايه؟ منشية. جايز كده يكونوا عايزين ينتقموا مني، عايزين يخلصوا على ابني. بس هو هيستفيد ايه لما يقول لزيزي على حكاية اخته؟ هيستفيد ايه؟ اللي بعت لي زيزي على حكايه الملجأ ده حد يعرفني، حد قريب مني قوي. الموضوع ده اصلا محدش عارفه غير انا بس. نهار اسود، يا نهار اسود، جايز يكون هو. هو مين؟ الله ينور يا رجالة، هو ده الشغل. يلا شدوا حيلكم. تبقى تورينا بقى هتعمل ايه. سيبك منها وخلينا في شغلنا. لو كان جبر هنا. على الحلال ما اقدر على بعدك ثانية يا مدير. الله، ايه يا جبر؟ خرجت ازاي؟ كده. يا ولا امتى؟ لعدم كفاية الأدلة يا مدير. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. اهو كده الشغل الصح. نورت المصنع يا جبر. يعني غيبي فرق معاكوا قوي يا مدير؟ انت حتى ما شفتليش حتة محامي صغنطك قد كده. يا واد بطل لمادة وشوف شغلك. ماشي. على الله بس تكون اتعظت وتمشي عدل من النهاردة. لا تبنى إلى الله. الحمد لله على كده. عمنا والله. ما أمجد. ما بيردش. أنا هطب عليه في البيت. ثانية بس، هو حضرتك متأكدة إنه خليل؟ زي ما قلت لك قبل كده. محدش يعرف الموضوع ده غير انا وخليل. طب استني، طب يا مدام مشيره.